بالتسويق ديال كرة القدم الوطني على أحسن وجه. تمت فرصة عند فابريس نكا، فابريس نكا يحاول أنه يبحث على الممر وعلى المساحة من أجل التسديد. كما مرة هذه فرصة راسينغ رياضي، الدفاع الحسني الشديدي يبحث يكون واحد من الفرق التي ستستفيد برسم هذا الجولة. مقوسة خطيرة خطيرة الجهة اليمنى، شادي يعمل لناح بإمكانه يرفع الكرة، أيوب لناح رفع الكرة في القائم الثاني، حميد أحداد دائما خطورة، فابريس نكا سيمون مصوفا محاولة خطيرة لفائدة الدفاع الحسني الشديدي، يبحث على التمرير لكن ضيق عليه الخناق، سكور ضيق عليه الخناق. بالرغم ذلك هذه عرضية راسية محاولة للفريق الجديدي اللي كيحاول على أنه يسجل هدف، ولكن ممرات صغيرة جدا صغيرة. اللاعب نكا عليك تضيع كتضيع تمشي في الجهة اليسرى لسيمون مصوفا، مصوفا رد الخير لفابريس نكا، يرد لفابريس نكا ملعوبة أمامي. شاهدوا عناصر فتح رياض الرباط كيف أنها تقوم بأخطاء كثيرة خاصة على مستوى التغطية الدفاعية، دفاع الفتح لا يطمئن، هذا ما يمكن أن نقوله. راسيو بومعمر، علي بومعمر للجهة اليسرى، محاولة الفريق الجديدي لكي يبحث عن هدف ثاني، محاولة خطيرة الفريق الجديدي، تمريرة بقليل من الحظ كان بإمكان الفريق الجديدي. الجهة اليمنى يمرر، تدخل محمد علي بومعمر، تعبير خلدون مرة أخرى تمشي عند اللاعب لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي اللاعب فابريس نكا اللاعب الكاميروني. نكا شنو غادي يعمل؟ كي مر عندنا الوردي هذه فرصة، فابريس نكا دخل داخل المعترك، هذه محاولة تمريرة كانت محاولة خطيرة لفائدة، ربما يأثر على المردود ديالها لأنه كنعرفوا الإنذار يحد من قوة ديال التدخلات. Time. She has a little cut in from she as well. Gives space to Fabrice Nka. Space at the back post. And a goal. فهد الضيفي أقرب للكرة وحاولت رفع الكرة من الجهة اليمنى. هذه فرصة المراوغة دائما البحث عن التمرير والكرة في معنية بشكل كبير. أقول في صراع من اجل البحث على البقاء. نشوفوا المحاور راسينغ الرياضي يبحث على المراوغه، ما تمكنش من في المواسم الماضيه وقالت بان النتائج غير حاضره، غير لا يسجل فريق الدفاع الحسني الجديد وينافس على اللقب في الوقت اللي راسينغ يبدو انه استسلم للامر الواقع مع مرور الدورات وسيعود بنسبه كبيره للقسم الوطني الثاني في موسم للنسيان. كانه الرجل يعيش ضغط رهيب باقل رفقه فريق الدفاع الحسني الجديد، يعني الغريب في الامر هو يحقق نتائج ايجابيه. هذه من خرائب قول 17 من الدوري الوطني الفريق الجديد، نعم صاحب الارض والجمهور يتمكن لحد الساعه من بس سيطره وتقديم نفسه. عملية الإبعاد تمشي ليوسف الباسط، نشوفوا المحاولة الراسينغ رياضي يرفع لرضوان الكروي يبحث على استغلال فرصة خطيرة. يمكن اعتباره أستاذ لأنه كانت الهزيمة ستصعب مأمورية الفريق المغرب التطواني اللي غادي يلعب الكل الكل كما قلت. وكرة الآن عالية في خط الوسط، يعود لها مرة أخرى دائما لصالح فريق الواحد الشخصي، حاول أنه يقدم الكرة ولكن ماديانغ صلى وجل أكيد في الأندية الوطنية، خاصة أنه لاعب سابق في فريق الدفاع الحسني الجديد الآن يلعب بسيارة الدفاع الحسني الجديد لاقتناصرة نقاط داخل ملعبه ملعب العبدي هنا بمدينة الجديدة. رعته للمواجهة والتغييرات اللي غادي يخدم عليها اللي بإمكانه أكيد يعرف كيفاش أنه يرجع في النتيجة وبالتالي أطوار ديال المباراة يمكن كتخبي لنا أشياء كثيرة. الكرة في الجهة اليمنى في اتجاه لعيب مراد الناجي، تدخل فابريس نكا دون ارتكاب الإداري، دعت الكرة لفابريس نكا، كرة في الجهة اليمنى فريق الدفاع الحسني الجديد هو مرتبة 538 نقطة من 25 مقابلة، فاز في 10 مقابلات، تعادل في 8 وانهزم في 7
هجوم فريق عمليات من الجانبين. كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليسرى عند لاعب ياجور. ياجور دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاوي خطيرة عند لاعب الوادي ماكي. بصورة كرة ملعوبة ذهب الكاميروني جهة اليسار. التغيير الآن بجهات اللعب من اليسار ذهب الكاميروني في حراسة المرمى. منتخب الكاميروني يدخل حارس مرمى بديل كرة ملعوبة حال أنه يتمكن من الكرة فترجع مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب بوطيب عند لاعب بن حليب صراع الكرة كتمشي عند بوطيب لكن ضاعت منه. جهة اليسار انتقال السريع إلى فابرياس ضاع الفرصة ترجع مرة ثانية صالح منتخب الكويت بدر طارق فيصل زايد بيحاول لكن مقطوع الكرة إلى بنجامين لصالح المنتخب الكاميروني. ولكن زنيتي كيقوم بعمل كير كذلك بوع ميرا في الديربي قام بمقابلة كبيرة نفس الشيء بالنسبة للتدفاع جديدي ولا عندهم الكيلاني فبنك الصياد عنده. إذا المشاهدين الكرام أكيد بأنه الآن نتابع لا محالة هذه الجولة الثانية ونحن كلنا رغبة في أن نتابع مرة أخرى. هوب صوبة إلى يايا بنانا نقلة إلى جهة اليسار كرة ملعوبة لصالح المنتخب الكاميروني نجاه فابس مدرب المخضرم رادي وهو سبق أن كان عمل مع المنتخب الكويت في سنوات عديدة كمساعد مدرب. المنتخب الكاميروني في مرحلة المجموعات في سيدني 2000 وكانت النتيجة 3-2 للعوبة لصالح منتخب الكويت. يأتي اليمين يعقوب الطراروة أحمد الحي أدولف يلعبها إلى فابرياس نجاه فابرياس كرة ملعوبة لصالح منتخب الكاميروني. أبو بكر بيستقبل الكرة لكن من النقل الكرة لكن كرة الآن لصالح منتخب الكويت إلى فيصل زايد بيلعبها لكن تغطية من الظهير الأيسر يرجعها لحارس المرمى أوناندو بيلعبها على طول جهة اليسار إلى كليتون لوب جميل إلى ناصر فرج لكن أقرب لها حارس المرمى أندري اللي بيلعبها على طول فابرياس بيستقبلها أدولف كرة محاولة جهة اليسار حلوة النقلة البحث عن اللاعب الأجهز خطرة لكن بادئ المنتخب الكاميروني في أجواء جميلة في استاد جابر الدولي كرة ملعوبة محمد خليل بيبعدها الكرة بالنص بنجامين نقلة إلى فابرياس منتخب الكاميروني نقلات وانتشار والفرق الأفريقية 5 مرات إذن يحصل أو حصل على كأس أمم أفريقيا. الكاميروني كرة محاولة جهة اليسار فابرياس نجا كرة ملعوبة لصالح منتخب الكاميروني تقدم كرة ملعوبة إلى بنجامين نقلة لصالح المنتخب الكاميروني فابرياس جهة اليسار بنجامين يعتبر من مفاتيح اللعب المرمى كان حاضر ويغض في هذه التسديدة وينقذ المرمى. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الكاميروني ومحاولة من بيرجعها نغلات وتحضير لصالح المنتخب الكاميروني محاولة إلى فابرياس قوي في لحظات ومن ثم يعود إلى الهدوء لكن الآن كرة لصالح المنتخب الكاميروني جاءت اليسار نغلة محاولة ومتابعة لأبو بكر ترجع مرة ثانية إلى الخلف سباستيان